بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد قبلان، موقع التقليب الى حدود. اليوم انا مراجع لمشغل موسيقى الفيو اكس 1. طبعا هذا عبارة عن مشغل موسيقى عادي جدا، يعني بمجرد انك تضيف الى ذاكرة خارجية انت تقدر تسمع جميع الصوتيات على هذه الذاكرة بمختلف الصيغ على هذا الجهاز. طبعا هذا صندوق الجهاز اللي شايفين الصندوق، شوفوا جدا انيق وشكله وتصميمه ايضا ممتاز. بس خلونا نشوف حاليا محتويات في هذا الصندوق. هذا هو الجهاز. طبعا نوخر الكفر زي ما تشوفين. طبعا الجهاز يتوفر بلونين، اللون الذهبي اللي موجود عندنا حاليا بالإضافة إلى اللون الفضي. نخلي الجهاز بالإضافة إلى الكفر على جنب، نشوف باقي محتويات الصندوق. عندنا هنا مجموعة أغطية وملصقات خاصة بالجهاز، بإمكانك إلصاق جميع نواحي الجهاز على الشكل اللي أنت تبغاه. طبعا عندنا هنا ثلاث ملصقات اللي أنت بيها. في عندنا ايضا لصقة شاشة بالاضافة الى المانيولز، خليهم كلهم على جنب. نشوف الصندوق الاخير. طبعا هنا موجود عندنا سلك اليو اس بي الخاص بشحن الجهاز وتوصيله بالحاسب او باي جهاز اخر. طبعا الجهاز يشحن بمنفذ المايكرو يو اس بي 2 زي ما تشوفين. خليهم على جنب ورجعهم للصندوق. هذا الجهاز اللي تشوفين. الجهاز يتميز بتصميم جدا جميل وبجودة جدا ممتازة، يعني المواد المصنعة من هذا الجهاز كلها بالألمنيوم، ما في أي قطع من البلاستيك، فقط الحلقة هذه مصنوعة من السيليكون وما أشوف فيها مشكلة، بالعكس السيليكون هنا بجودة عالية جدا. عندنا اللونين من الجهاز، اللون الذهبي الموجود عندنا حاليا بالإضافة إلى اللون الفضي واللي أفضله أنا شخصيا. طبعا عندنا بالحديث عن حجم الجهاز، حجم الجهاز جدا مناسب، يعني اذا حطيت الجهاز في جيبك على سبيل المثال ما راح تحس بالضيق او ان الجهاز كبير الحجم. عندنا مقاييس ابعاد الجهاز 100 ملم تقريبا في 57 ملم، والسمك هو 14 ملم. المنافذ والازرار عندنا من اليمين منفذ المايكرو يو اس دي حتى مايكرو يو اس دي حتى 128 جيجا بايت. من الان عندنا منفذ للسماعات بقطر 3.5 ملم، ومن الاسفل عندنا منفذ المايكرو يو اس بي 2.0، ومن الامام عندنا مجموعه من الازرار. على سبيل المثال هنا حلقه التغيير بين القوائم، وهنا الزر الخاص بالاختيار، عندنا هنا زر الرجوع، زر القائمه، وعندنا هنا ازرار التنقل بين ملفات الصوت اللي انت مشغلها. من اليسار عندنا الزر الخاص بالطاقة وزري التحكم بالصوت برفعه أو خفضه. عندنا هنا النظام زي ما تشوفين، النظام جدا بسيط، يعني عندنا مجرد 5 أيقونات النظام، وكل أيقونة راح توديك إلى شيء معين. على سبيل المثال هذه الأيقونة اللي راح توديك إلى آخر ملف صوتي كنت مشغله أو اللي كنت تشغله حاليا. عندنا هنا عرض ملفات الصوت حسب التصنيف. عندنا هنا على سبيل المثال عرض ملفات الصوت او الملفات جميعا الموجوده في الذاكره اللي عندك. وعندنا هنا التحكم باعداد اعدادات الصوت، واخيرا ليس اخرا التحكم باعدادات النظام. طبعا على ذكر اعدادات النظام عندنا هنا مجموعه من الثيمات اذا كنت مهتم بشكل النظام، يعني 5 ثيمات: الرمادي والاحمر والاخضر والازرق والبني والبرتقالي. شخصيا افضل الثيم الرمادي عليها كلها. بالحديث عن المواصفات، المواصفات هنا جدا عالية، يعني عندك استجابة الردود من 20 إلى 200 هيرتز كيلو هيرتز تقريبا، المقاومة من 10 إلى 100 أوم. الجهاز قادر على تشغيل مجموعة كبيرة من الترددات على سبيل المثال OGG MP3 FLAC وغيرها من الترددات. عندنا البطارية إلى 1750 ملي أمبير. طبعا هذه البطارية تصمد إلى 12 ساعة من الاستخدام المكثف، مع الاستخدام العادي أو الاستخدام اليومي الطبيعي هتكمل لك إلى يوم يومين حسب الاستخدام. طبعا البطارية مدة شحنها إلى 4 ساعات تقريبا، يعني استمر الشحنة يعني من ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع الشاحن الموجود عندك. طبعا بالحديث عن التوفر، السماعه او الجهاز متوفر بمتجر سماعه وراح يكلفك 449 ريال سعودي باللونين الذهبي او الفضي. واذا كنت تبغى تشوف مراجعه كامله براينا الكامل عن هذا الجهاز وبشكل مفصل، انصحك تقرا المراجعه الكامله الموجوده تحت في الديسكريبشن.
كذا نكون انتهينا. كان معكم حمد قبلان موقع التقييم بلا حدود، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.